ايه اللي بيحصل ورا الستار؟ من روسيا لبناء وحش غامض على حدود اوروبا، للصين اللي بتعيد تعريف الحروب البحرية بمركبات الدرون، لامريكا اللي طورت طيارات بتكسر قواعد الطيران في منطقة 51، كل حاجة بتقول اننا داخلين على عصر جديد من المواجهات، اسلحة سرية، تكنولوجيا بتسبق الزمن، واماكن مليانة اسرار بتهدد موازين القوى في العالم. مستعدين دلوقتي تعرفوا ايه اللي العالم مش عايزنا نعرفه؟ تابعوا للنهاية، وده لان اللي جاي مش مجرد معلومات، ده كشف عن مستقبل البشرية. اهلا بكم في حلقة جديدة من مستندات مظلمة. بنبدأ الفيديو بتاعنا مع وحش لينينغراد. من الحرب اللي شغالة بين روسيا واوكرانيا، الاقمار الصناعية جابت صور لحاجة غريبة ومريبة، شكل ضخم كده ظهر فجأة ولفت انتباه الكل. وحش لينينغراد الشكل ده طلع دايرة ضخمة جدا مساحتها قد 12 ملعب كرة قدم، وده خلى الناس تبدأ تسأل ايه الغرض منها. الحاجة دي موجودة جنب مدينة كالينينغراد غرب روسيا، على بعد حوالي 15 ميل بس من حدود بولندا، ومتغطية بشبكة من الطرق الجديدة اللي لسه مبنية. القصة بدأت لما ناس بتلاحظ وجود صور بالأقمار الصناعية وبتكلموا على تويتر في 2023، وده اللي خلى الكل يبدأ يتساءل ايه اللي روسيا بتبنيه في المنطقة الحساسة دي اللي محاطة بدول الناتو زي بولندا وليتوانيا. دلوقتي بيقولوا ان الوحش ده ممكن يبقى واحد من انظمة الرادار الروسية اللي اسمها 29B6 كونتينر، ودي انظمة متطورة جدا بتقدر تراقب المجال الجوي لمسافة بتوصل ل 3000 كيلومتر وعلى ارتفاع 100 كيلومتر. الموضوع مش مجرد تجسس او استعراض قوة، ده معناه ان روسيا بتمد نفوذها اكتر في اوروبا وهي في نفس الوقت بتحارب في اوكرانيا. واول نظام رادار من النوع ده اتبنى سنة 2013 في موردفيا واشتغل بشكل كامل سنة 2019، ولكن علشان تتخيل الهوائيات بتاعته لوحدها عرضها 1300 متر وبتتكون من 144 هوائي، والتكلفة بتاعته حوالي 10 مليار روبل. النظام ده بيقدر يراقب أوروبا كلها تقريبا، وده ممكن يدي روسيا تحذيرات مبكرة جدا ويخليها تواجه الطائرات الاستراتيجية بتاعت الناتو بسهولة. ولكن على الرغم من ان التهديد ده شكله كبير، في اشارات بتقول ان الشبكة الدفاعية بتاعت روسيا فيها نقاط ضعف، لان في ابريل من عام 2024 الدرونات الاوكرانية ضربت نظام الرادار اللي في موردفيا للمرة الثانية، والضربة دي كانت جريئة جدا وخلت الناس تتساءل ازاي النظام ده اللي المفروض يكشف اي حاجة في الجو من مسافات بعيدة ما قدرش يصد شوية درونات بسيطة. الاجابة ممكن تبقى في عيب تصميم الرادار نفسه، لانه بالرغم من قوته لكنه في منطقة عمياء اللي هي الديد زون مساحتها حوالي 900 كيلومتر، وده اللي ممكن يكون سمح للدرونات الاوكرانية انها تعدي وتضربه من غير ما حد يلاحظ. دلوقتي وحش كالينينغراد لسه تحت الانشاء ولسه محدش عارف قوته الحقيقية، ولكن المسؤولين الاوكرانيين ما قالوش انهم مش هيفكروا يضربوه في المستقبل علشان يوقفوا تقدمه لحد اللحظة دي بس. الرادار ده يعتبر تهديد جديد على حدود أوروبا كلها. ونسيبنا من الرادار الكبير بتاع روسيا علشان نروح للدرون كارير. وفي اوائل 24 صور الاقمار الصناعية اظهرت شكل غريب في ترسانة جيانغسو ديانغ في البحرية في الصين على نهر اليانغتسي. في البداية الشكل يبدو زي حاملات الطائرات العادية، ولكن مع التدقيق بيتضح ان اول حاملة طائرات مخصصة بالكامل للدرونز بس. السفينة دي تم اطلاقها في ديسمبر من عام 2022، ولكن محدش خد باله منها غير لما الصور دي ظهرت، وده يعتبر تحول كبير في فكرة الحروب البحرية. الحاملة دي مختلفة عن حاملات الطائرات الصينية التانية زي فوجيان، وده لانها مش معتمدة على الحجم الكبير او الطيارات التقليدية، تركيز هنا كله على الطيارات بدون طيار. حجم الحاملة اصغر بكتير من الحاملات التقليدية، وسطح الطيران بتاعها حوالي تلت طول وعرض حاملات الطائرات الامريكية الضخمة، ومن غير عنبر طيارات عادي. التصميم واضح كده ان هو معمول لاطلاق الدرونز بدل ما يبقى محطة لتخزين الطيارات التقليدية. الحاجة اللي لفتت الانتباه اكتر هي شكل السفينة اللي مختلف تماما عن الحاملات العادية. الهيكل عبارة عن كاتامران، يعني سفينة مزدوجة الهيكل، وده بيدي مساحة كبيرة للسطح، ولكنه بيطرح تساؤلات حوالين كفاءة العمليات على السفينة. وسطح الطيران المنخفض بيشير ان السفينة دي مصممة لمهام غير تقليدية ويمكن تبقى تجريبية. وفي الوقت نفسه صور الاقمار الصناعية كشفت ان الصين بتطور سفينة تانية اسمها تايب 076، ودي حاملة طائرات مروحية برضو فيها تركيز على استخدام الدرونز. والسفينة تايب 076 اللي بتتبني في شنغهاي هتبقى اول سفينة في العالم مزودة بنظام اطلاق كهرومغناطيسي، وده هيخليها قادرة على دعم درونز ثابتة الاجنحة مش بس اللي بتقلع عمودي. الموقع اللي بيتم فيه البناء تم تجهيزه لتطوير واطلاق الدرونز البحريه، وده بيوضح ان الصين مش بس بتبني السفن لكنها بتستثمر في البنيه التحتيه علشان تبقى جاهزه لنشر التكنولوجيا في البحر. تالت اغرب حاجه معانا النهارده هي المانتاري. وفي يونيو من عام 2024 صوره عاديه على خرائط جوجل اثارت ضجه كبيره وجابت شويه جدل. الصوره اتنشرت بسرعه ووضحت حاجه البحريه الامريكيه ما كانتش عايزه حد يشوفها، طياره درون تحت البحر بشكل انيق ومستقبلي واسمها
المانتاري. المانتاري دي نموذج اولي لطائره غير مأهوله تحت الميه UUV، وتم التقاط الصوره دي ليها وهي جنب قاعده بحريه في كاليفورنيا عند بورت هوانيمي. شكلها غريب جدا، حاجه كده اقرب لافلام الخيال العلمي اكتر منها مركبه بحريه عاديه، ولكن البحريه الامريكيه حاولت تمسح الصوره من على الانترنت باي طريقه، لكن الموضوع خرج عن السيطره واتنشر بسرعه على السوشيال ميديا وسابهم في سباق علشان يلحقوا الموقف. المانتاري اللي واخده اسمها علشان شكلها اللي بيشبه الكائن البحري ده تعتبر قفزه كبيره في التكنولوجيا العسكريه. النموذج ده اتطور بالشراكه بين نورثروب جروب مان وداربا، وهو معمول علشان يشتغل بشكل مستقل تحت الميه لفترات طويله جدا. اللي انا عايز اقوله لك ان المركبه دي ممكن ترسو على اعماق البحر وتتحول لوضع الطاقه المنخفضه اللي بيخليها تفضل مختفيه وفعاله لفتره طويله، والتجارب عليها كانت في اوائل 2024 عند سواحل كاليفورنيا الجنوبيه. وخلال التجارب اللي حصلت في فبراير ومارس، المركبه اظهرت كفاءتها في الحركه تحت الميه باستخدام انظمه دفع متطوره واليات تحكم متقدمه زي التحكم في الطفو والدفع بالمراوح. داربا وصفت المركبه في بيان صحفي انها اول واحده من نوعها بحجم كبير جدا، بتقول انها ممكن تغير قواعد اللعبه في العمليات البحريه. والدكتور كايل وومر اللي كان مدير المشروع قال ان نجاح الاختبارات دي معناه ان المركبه جاهزه للشغل الحقيقي. المانتاري كمان بتتميز بتصميمها المعياري، يعني ممكن تجمعها في الميدان من اجزاء بتتنقل في 5 حاويات شحن عاديه، وده بيسهل نشرها بسرعه. رغم ان مهمتها الاساسيه ممكن تبقى الاستطلاع ورسم الخرائط تحت الميه، التقارير بتقول انها كمان مجهزه لحمل شحنات قويه، وده بيخليها لحد النهارده سلاح قوي وخطير ضد كل الاعداء. شفنا رادارات ودرونات وكمان غواصات، وجيت دور على المنطاد الصيني العملاق. في صيف 2024 صور الاقمار الصناعيه كشفت عن اضافه جديده لطول هانجر، منطاد ضخم موجود في صحراء شيانجيانغ النائيه. الهانجر ده كان موجود من 2013 لحد بالظبط 2015، وطوله الاصلي كان كبير جدا، ولكن دلوقتي بقى 1450 قدم طول و450 قدم عرض. الكل هنا بيبدا يسال ليه الصين بتوسع واحد من اكبر عنابر المناطيد في العالم. الاضافه الجديده دي اللي تم رصدها بصور عاليه الدقه من بلانت لابس بتشير ان الصين شغاله على تطوير مناطيد اكبر واكثر تقدما، والمناطيد دي ممكن تعيد تعريف مفهوم المراقبه وجمع المعلومات وكمان الحرب. وفي نوفمبر من عام 2022 صور تانية من بلاك سكاي اظهرت اول مره منطاد عسكري جديد للصين عند الموقع ده، والمنطاد كان طوله حوالي 100 قدم ووصفوا خبراء الطيران انه الغواصه بتاعت السماء ولانه قادر يطير فوق منطقه معينه لفتره طويله جدا. بس المنطاد ده مش النهايه، ده مجرد تجربه لحاجه اكبر بكتير. الهانجر اللي توسع بالشكل ده واضح ان هو معمول علشان يستوعب مناطيد ضخمه اكتر وتعقيدها اعلى، والخبراء بيلاحظوا كمان حاجه غريبه على المدرج جنب الهانجر، قاعده كبيره جدا طولها حوالي 400 قدم ودي شكلها معموله لمنطاد ستراتوسفيري عملاق. المناطيد دي بتطير على ارتفاعات عاليه جدا لدرجه انها ممكن تبقى بديله للاقمار الصناعيه. الهدف هو مراقبه مستمره وجمع معلومات في مناطق واسعه، والصين مستثمره جامد في التكنولوجيا دي كجزء من خطتها للسيطره على ما يسمى ساحه المعركه القريبه من الفضاء، المنطقه اللي فوق الطيران العادي وتحت مدار الاقمار الصناعيه على طول. الاستخبارات الامريكيه متابعه طموحات الصين في المنطقه دي، خصوصا بعد حادثه 2023 لما منطاد صيني تم اسقاطه فوق اراضي امريكا. ولكن مع التطورات الجديده في شينجيانغ واضح ان الصين بتجهز لجيل جديد من الهيمنه الجويه، مناطيد ضخمه وعاليه بتراقب بصمت ومستعده لاي مواجهه. والروح في الاخر للمنطقه الاغرب في العالم كله، وهي المنطقه 51. الصوره كانت غريبه ومش واضحه، يعني مجرد نقطه غامقه ظهرت في صحراء نيفادا القاحله. اللي يشوفها ممكن يفكرها حاجه عاديه او خلل في صور الاقمار الصناعيه، ولكن بالنسبه للمهتمين بعالم الطيران العسكري السري الصوره دي كانت حاجه تانية خالص. الصوره دي اتصورت في 2022، فجرت موجه من الجدل حوالين منطقه 51، المكان اللي دايما حوالينه اسرار ونظريات مؤامره. المنطقه طول الوقت متغطيه بالغموض وبقت في دائره الضوء مره تانيه، والصوره وضحت حاجه جديده، طياره غير معروفه واقفه جنب هانجر ضخم في جنوب المنشاه. والهانجر دي طول السنين كانت معروفه انها مجرد اماكن تخزين، ولكن المره دي الصور وضحت ان الهانجر رجع شغال مره تانيه وبيحتوي على حاجه جديده تماما. ومع ظهور صور تانيه التفاصيل بقت اوضح، والنقطه الغامقه بتتحول لملامح طياره بجناح على شكل دلتا، شكلها حاد ومرعب، وطولها حوالي 65 قدم وعرضها 50 قدم. والطياره دي ما فيهاش ديل زي الطيارات العاديه، لا تصميمها كان مختلف تماما. ناس كتير قالت ان التصميم ده شبيه بمفاهيم طيارات الجيل الجديد اللي ممكن تحل محل الاف 22 رابتور القديمه. والطياره دي بيقال انها قادره على الطيران بسرعات فوق الصوتيه ومزوده بصواريخ باليستيه حديثه، بتعتبر خطوه كبيره في السيطره الجويه الامريكيه. ولكن بالرغم من كل الدلائل فالمعلومات الرسميه في الموضوع ده قليله جدا. شركتين كبار بوينج ولوك هيد مارتن بيتنافسوا بشراسه على عقد NGAD، وكل واحده منهم بتحاول انها تطور طياره تبقى محور البرنامج الطموح ده. ولكن اللي شاف الصور واضح بالنسبه ليه ان الطيارة
اللي ظهرت في هانجر منطقة 51 مش مجرد مشروع قديم، ولكنها المستقبل نفسه. طبعا حلقتنا النهاردة خلصت، ولكن مستمرين معاكم بكل ما هو غامض ومثير في قناة مستندات مظلمة. فكل عليك دلوقتي انك تدعمنا بلايك للفيديو ده واشتراك في القناة لو انت مش مشترك علشان يوصلك كل اللي جاي، فعل زر الاشعارات عشان الفيديوهات توصلك اول باول. سلام.